زيارة تاريخية ومهمة، هكذا وصفت وسائل الإعلام العربية والعالمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، التي جاءت على وقع تطورات إقليمية ودولية شجعت بايدن على توقيع وثيقة إعلان القدس مع الجانب الإسرائيلي للتنسيق بشأن منع إيران من حيازة السلاح النووي، بما في ذلك استخدام كل عناصر القوة المتاحة لواشنطن. الرئيس الأمريكي تعهد بالتزام بلاده بتفوق إسرائيل العسكري النوعي في الوقت الذي أكدت فيه إدارته أنها لن تنتظر إلى الأبد عودة إيران للاتفاق النووي. تصريحات بايدن أزعجت القيادات الإيرانية التي سارعت كعادتها بإطلاق سيل من التهديدات، حيث قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي إجراء ضد بلاده سيجابه برد قوي يبعث على الندم بحسب وصفه. بايدن الذي يزور السعودية ضمن جولته في المنطقة لإجراء محادثات مع زعماء قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق ومصر والأردن، يتصدرها الملف الإيراني، حيث طفت على السطح فكرة تشكيل تحالف عسكري شرق أوسطي للوقوف بوجه تنامي القدرات الإيرانية والخشية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. لكن مراقبين وخبراء أمنيين شككوا في جدية بايدن باتخاذ موقف صارم تجاه إيران، مرجعين الموقف الأمريكي إلى رغبة بايدن بالضغط على طهران للانخراط في المفاوضات النووية وإدماج إسرائيل كقوة عسكرية في المنطقة. تشكيكات توافقت مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الذي دعا إيران للعودة إلى الاتفاق النووي. جاءت تصريحات الرئيس بايدن في ظل تراجع نفوذ بلاده في المنطقة وبروز تحديات وصراعات جديدة، تشير إلى أن نسبة نجاح جولته الشرق أوسطية ضئيلة جدا، خاصة مع وجود انقسام داخل دول المنطقة فيما يتعلق بالتصعيد ضد إيران والتطبيع مع الكيان الصهيوني.